بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا
الإسلام لظالك من الشاهدين وتمت كلمة ربك في الطوم وأدل الله فضل لكلماته وهو السميع العليم إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم عليكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التعدي والميراد والبراق والألم دافع البلاء والغباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معكر مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب عقاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما ربنا تقبل منا الفاتحة من الصباح محمد بن صفا محمد بن صفا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعل بلاد القرآن وعلى الصلاة والصلاة محمد الصفا صلى الله عليه وسلم جميعا مولانا محمد الصفا صلى الله عليه وسلم تمام علی بدر صاحب صاحب کرام تابعین بڑے تابعین اور دوستوں کو خوش آمدید ہے خود ربانی بہت سے سلمان کے جان پر بات ہو رہی ہے تمام علی کرام بزرگان دین صوفیاء کرام خصوصا پیر طریقہ سید سجاد علی صاحب صوفی موئز درویش حسن حسینی رحمۃ اللہ علیہ ابو العابد سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قاضی حسین حسینی صوفی اعظم خود پر رکھا نانا ابو الفیض علی سجاد علی صاحب صوفی درویش حسن حسینی ابو الحساب سید شاہ شجاع الدین علی صاحب صوفی قاضی حسین حسینی خصوصا بارگاہ استفاد صوفیہ حضرت الرحمن صفی شاہ اعظم علی صاحب صوفی قاضی حسین حسینی ثانی صوفیہ خصوصاً ارواح کی شکریہ
اے باریہ تعالیٰ آج کی اس تلاوت قرآن کی تقریب کو قبول فرما، اس کا ثواب شفاعت صوفیہ کے ارواح کو پہنچا، اے باریہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما، اے باریہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت برکت نعمتوں کا نزول فرما، اے باریہ تعالیٰ شفاعت صوفیہ کی تو قبر کو کشادہ فرما دے، اے باریہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ جنت کی بہترین نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ استغفار صوفیہ حضرت صوفی اعظم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما، اے باریہ تعالیٰ ان کا فیض ہم پر جاری و ساری فرما، اے باریہ تعالیٰ آج کی اس شریف کی تقریب کو قبول فرما، ہم تمام کو اس کی رحمتیں برکتیں نعمتوں سے مالا مال فرما، اے باریہ تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورے فرما، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو تجارت پیشہ حضرات ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو ملازمت پیشہ حضرات ہیں ان کے ملازمت میں ترقی عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جتنے تال میں ان کے علم زیادتی عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو لاولدن نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا صحت کاملہ عطا فرما، اے باریہ تعالیٰ ہماری خصوصی دعا ہے اس کرونا وائرس کی وبا سے ہم تمام کی حفاظت دور فرماتے ہوئے انسانیت پر رحم فرما، مسلمانوں پر کچھ مصیبت آنے والی ہے تو اے باریہ تعالیٰ اسے اپنے قدرت کاملہ سے دور فرما، دور فرماتے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اے باریہ تعالیٰ ان کے مکانوں کی حفاظت فرما، اے باریہ تعالیٰ ان کی دکانوں کی حفاظت فرما، اے باریہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے باریہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فتح و نصرت عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، دعا ہے صوفی اعظم کے نظام مصطفیٰ فرما، دعا ہے صوفی اعظم کی ضلع میں مصطفیٰ پھیلے، جہاں میں ہر جگہ ہوتے رہے چرچے محمد کے، آمین تم آمین برحمۃ اللہ یار۔